اهلا بيكو حبايب قلبي في الجزء الثاني من البوليرو اللي بغرزة العنكبوت. في الجزء الاول احنا اتعلمنا ازاي نعمل الغرزة، تمام. في الجزء ده ان شاء الله هنتعلم نعمل الحرادات بتاعتها، وهنكمل ونشوف عملنا ايه. انا هنا اشتغلت من اول الطول اللي انا عايزاه، انا عايزاه قصير يعني بعد يعني عند قبل الوسط بشوية، فانا بعمل من اول الطول بحدده من تحت اللي انا عايزاه لحد الباط، ماشي. يعني انا هبدأ هنا هحرد الباط لان انا عايزاه قصير. شوفي انتي بقى عايزة تعملي الطول، لو عايزاه طويل مثلا معدي الوسط او اقصر او كده، انتي بتحددي من اول تحت لحد الباط. فانا هنا انا هعمله كله على بعضه، انا عايزاه 40 سنتي، تمام. فمقاس الباط عندي الطول بتاعه 20 سنتي، فانا اشتغلت 20 سنتي لحد الباط، وهكمل 20 سنتي بعد الحردة لحد الكتف، فاهماني ازاي؟ فانا دلوقتي قست إيه؟ عملت قطعة 20 سنتي اهي، اهي جاية لحد ال20 سنتي. انا هنا وقفت، فانتي شوفي الطول اللي انتي عايزاه لحد الباط كام، وبعد كده توقفي، تمام. هنبدأ دلوقتي نعمل الحردات. في طريقتين للحرد دلوقتي. انتي لو عايزة الصدر واسع فهتبدأي تحردي مع الباط على طول، تمام. طيب لو عايزة السبعة صغيرة، مش سبعة مش طويلة، فبتبدأي تشتغلي مجموعة، وبعد ما بتشتغلي المجموعة من عند الصدر بتبدأي بقى ايه، ما بتبدأي بتشتغلي مجموعة من عند الباط تبدأي تحردي بعدها. يعني هعرفك ازاي على الورقة برضو عشان تفهمي اكتر. دلوقتي عندنا البوليرو اهو، اهو وليكن مثلا كده اهو، اوكي، هو مفتوح من قدام. انا عايزة السبعة دي صغيرة، مش عايزاها طويلة، تمام. فهعمل ايه؟ فانا هبتدي احرد 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 من تحت الباط، وماليش دعوة بالجزء ده، الطرف ده ماليش دعوة بيه. لما اعمل مجموعة اللي هي عبارة عن السامبوكسة دي بتاعت غرزة العنكبوت واخلصها، ابتدي احرد من هنا. يعني انا هبتدي احرد من هنا الاول تحت الباط، اخلص مجموعة وبعدين ابتدي احرد من هنا، تمام. دي لو عايزاها قصيرة. طب لو عايزاها طويلة، يعني عايزة الفتحة دي تكون طويلة كده واصلة مثلا لهنا اهو، بعمل ايه؟ بحرد من عند الباط وفي نفس الوقت احرد من عند الصدر، فاهماني ازاي؟ ده لو عايزة فتحة الصدر كبيرة، اوكي. طب لو عايزاها صغيرة، لا ما بحردش الاتنين مع بعض، بحرد الباط الاول لحد ما اخلص مجموعة، وابتدي احرد من هنا بحيث توصل لي من هنا، تبتدي من هنا التناقص، بحيث يبقى صغيرة الفتحة عندي صغيرة. يا رب تكون ايه الفكرة وصلت لك، وهنفهم اكتر ان شاء الله واحنا شغالين. دلوقتي القطعة اللي عندي انا المفروض عاملاها دوران دوران كله، فانا هقسمها كده، فعشان تطلع مظبوطة معايا بحط الطرفين على بعض وبحدد الاول النص فين، تمام. بحدد النص عندي هنا اهو، النص عندي هنا بالظبط، وبحط ايه ماركر. بحط الجنب على الجنب واهو بالظبط ماركر، وابدا امسك ناحيه وابتدي برضو ايه اتنيها بالنص عشان احدد النص فين بالظبط اهو. بحط على الماركر بالظبط، وحددت هنا النص بتاعي، واحط برضو ماركر. ما عندكيش ماركر حطي خيط، حطي بنزة شعر، اي حاجة يعني تثبتي بيها. والجزء التاني برضو هتنيه كده على بعض، واحدد النص عندي هنا بالظبط عشان يبقوا الجنبين متساويين قد بعض بالظبط اهو. ببتدي اطبقها كده على بعض، لازم الجنب اللي في الوش ده يبقى قد الجنب ده، وبرضو اعد اعد. يعني عندي هنا كم مجموعة مثلا، 1 2 3، وهنا اهو 1 2 3. طيب لو عملت كده وتلاقيت في مجموعة ناقصة او زايدة، لو مجموعة زايدة بخليها في الظهر، بعملها كده بحيث دي قد دي. اهم حاجة عندي ان الوشين دول يبقى العدد قد بعض، فانا هنا طلع عندي مظبوطة العدد، مقاس بعض زي بعض، تمام. هبتدي انا دلوقتي اعمل ايه؟ هبتدي اشتغل الحردة. بصي انا عايزه اعمل الظهر الاول، مش هبتدي اعمل يعني في حرده الظهر الاول وبعد كده اعمل حرده من قدام، تمام. وانا عايزه هنا السبعه كبيره،
فهبتدي احرد الاثنين، احرد من عند السبعه واحرد من عند البط مع بعض. بس الكلام ده لما هاجي اعمل الوش. انا دلوقتي هحرد الظهر، هحرد بصي يعني تحت البط من الظهر من هنا وتحت البط من الظهر من هنا، وهسيب في الاخر ايه، هنعمل الوش مع بعض. ليه؟ علشان انا على اساس الظهر هقيس واحدد بقى ايه هشتغل ازاي بعد كده. فاهم حاجه دلوقتي نتعلم الحرادات. اللي في النص ده خلاص ملوش لازمه، انا كنت حطها بس عشان اظبط النص كده ملوش لازمه. هبتدي اشتغل بقى في الشغل على طول. فهدخل الخيط بتاعي وهسحب الخيط وهبتدي هعمل التناقص بتاع تحت الباط من ناحيه الظهر. فهدخل الخيط بتاعي وايه واعمل غرزه تثبيت. كده عملنا اول غرزه، بعد كده بنعمل كمان اتنين، يبقى كده عملنا ايه تلاتة ارتفاع. بعد ما عملنا التلاتة الارتفاع المفروض بقى بنشوف ايه هنشتغل ايه في الغرز دي. احنا المفروض حفظنا بقى بنشتغل ازاي. فالمفروض هنا بنعمل تلاتة، هنا مجموعة تلات اعمدة، وبعدين بنعمل هنا عمود بلفتين، وهنا ايه برضو مجموعة، وبعدين بنروح هنا نعمل عمود بلفتين. ده الدور اللي هنشتغله. هنشوف احنا المفروض وقفنا لفين ونكمل زي الغرزة اللي بنشتغلها عادي خالص. هنا انا هعمل مجموعة في الاول، هنا بنعمل غرزتين عمود بلفة، والتالت بنعمله فوق هنا فوق اول عمود. بعد كده بنعمل ثلاثة سلسلة لفتين على الإبرة، وبننزل نعمل عمود طويل بلفتين، وبعدين ثلاثة سلسلة، وبعدين بنروح نعمل مجموعة تانية هنا، واحدة فوق العمود واتنين في الفراغ. بعد كده ثلاثة سلسلة ولفتين على الإبرة، وبنروح نعمل هنا عمود طويل بلفتين. الطريقة اللي شغالين بيها عادي، واحد اتنين تلاتة، وبنروح نعمل مجموعة تانية هنا، ونكمل السطر كله بالشكل ده لحد ما اوصل لعلامة تحت الباط الناحية التانية. وصلت هنا خلاص لنهاية الدور، وبعمل عمود بلفتين وتلاتة سلسلة، وهروح اعمل بقى في الفراغ. خلاص وصلت للعلامة، بعمل في الفراغ عندي هنا الغرزة بتاعتي العادية اللي هي ثلاث مجاميع، وبشيل بقى خلاص. ده خلاص انا وصلت لهنا، مش هكمل بعد كده. اهو بالشكل ده بعمل ثلاثة ارتفاع وبدور الشغل بتاعي، وهشوف بعد كده انا المفروض كنت هشتغل ايه. المفروض كنا بنروح هنا وبنعمل مجموعة هنا ومجموعة هنا ونشبكهم في بعض. فهروح مباشرة على طول هعمل مجموعة هنا، كنا بندخل فوق أول عمود بالشكل ده، ونعمل العمودين التانيين في الفراغ، وبنعمل اتنين سلسلة، وبنروح نعمل مجموعة هنا عشان ايه أقفل الشكل معايا. بصي ابتدت الحردة هتبتدي معايا اهي. اهو الدور الجاي هنقفل بقى هنا، هنعمل غرزة في النص فهيكمل الشكل معايا. بنبتدي بغرزة وبننتهي بغرزة واحدة، ونمشي بقى بقية السطر عادي خالص. شوف احنا كنا شغالين ازاي. وصلت هنا خلاص لنهاية الدور، وبعمل في اخر وحدة اهو بالشكل ده، وبعدين بعمل ثلاثة سلسلة. والمفروض ان انا اعمل وحده بس مفيش بقى مكان المفروض اعملها هنا، فانا هنزل على طول مباشره هعمل هنا العمود بتاعي، اعمل عمود واحد بس اهو بالشكل ده. بعد كده هرتفع ثلاثة سلسله وهدور الشغل، وهبتدي اكمل الغرزه بتاعتي عادي خالص. هتلاشى بقى المجموعه اللي كنت بعملها هنا، وهبتدي هدخل مباشره على طول هنا. كنا بنعمل فوق التلاتة حشو خمسة حشو، فبننزل هنا بنعمل، هزود سلسلة كمان عشان ما تبقاش مشدودة قوي. هنزل هنا هعمل واحدة حشو، وهنا فوق كل واحدة واحدة حشو، ادي كده اربعة، وهاجي هعمل رقم خمسة هنا اهو، بقت عندي بالشكل ده. بعد كده كنا بنعمل ايه، كنا بنعمل بقى واحدة في النص ما بين دول، فكنا بنعمل خمسة سلسلة
وبنروح نعمل هنا مجموعة في وسط المجموعة، عمود فوق العمود وعمود في النص وعمود فوق العمود، ونروح نعمل مجموعة فوق المجموعة وهكذا أكمل لحد الطرف التاني. وصلت هنا خلاص للطرف التاني وعملت آخر غرزة فيه. بس بصي بعد ما عملتها تحسي انها ايه مدرجة، انا مش عايزة التدريجة دي، عايزاها تبقى خط مستوي على طول. فهنزل هعمل عمود هنا في النص هنا علشان تبقى معايا شكلها خط مستقيم كده، ما تبقاش معروجة. هراعي طول شغلي ان انا اخلي دي خط مستقيم في النهاية كده، تمام. بعد كده برتفع 3 سلسلة وابتدي اكمل شكل الغرزة بتاعي عادي خالص. هنشوف احنا كنا ماشيين ازاي. كنا المفروض ان احنا بنعمل بنخلي ال5 غرز حشو دول بنخليهم 3، وبعدين بنشتغل المجموعة هنا ومجموعة هنا عشان نبتدي نشكل واحدة جديدة ما بينهم، كان 3 غرز برضو. فهنبتدي نخش على طول نعمل مجموعة و1 2 3 4 5 سلسلة، وهنبتدي ندخل نتجاهل واحدة ونعمل في التانية حشو والتالتة حشو والرابعة حشو، ونتجاهل برضو الأخيرة، بنعمل 3 حشو فوق ال5. بعد كده 5 سلسلة ونروح نعمل مجموعة هنا وبعدين 3 سلسلة ونروح نعمل مجموعة هنا، بنبتدي نكون شكل جديد للعنكبوت. وهكذا هكمل بقية السطر 5 سلسلة واروح اخلي دول 3، وهكمل نفس اللي بكمله لاخر الدور. وصلت هنا خلاص لاخر مجموعة وبعمل 5، وهنزل هعمل هنا 3 حشو هنا بقى خلاص قصرت معايا، فمش هعمل 5 عشان ما يطولش الجنب ده، انا عايزاه يفضل ماشي كده. فهعمل 2 سلسلة وهنعمل هنا مجموعة، اهو بالشكل ده. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، هلف الشغل، هنزل على طول هنا واعمل مجموعة، بعمل مجموعة هنا، وكنا بنعمل 3، 1 2 3، وانزل اعمل عمود بلفتين في النص. ثلاثة سلسلة واروح اعمل مجموعة فوق المجموعة دي. اهو بالشكل ده. بعد كده هعمل 3 سلسلة وهروح في الفراغ ده واعمل عمود طويل بلفتين، 3 سلسلة وهروح اعمل هنا مجموعة، وهمشي الدور كله بالشكل ده. وصلت خلاص لنهاية الدور التاني، هعمل اخر مجموعة اهو، وبعدين هعمل 2 سلسلة وهروح اعمل عمود اقفل بيه الدور، بحيث يبقى معايا خط مستقيم كده. بعد كده هطلع 3 سلسلة واشوف ايه اللي عليه الدور. هنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنخش بنعمل هنا بنقفل بقى الشكل، بنعمل هنا مجموعة وهنا مجموعة. فعشان هوصل للمجموعة دي هعمل كمان 1 2 3 ماشي، وهروح اعمل بقى هنا مجموعة تانية، وهبتدي اقفل الشكل بتاعي اللي بعمله عادي. اعمل هنا 2 عمود بعد ما عملنا الاولاني فوق العمود، و2 سلسلة، وهروح على طول للجنب ده وهعمل مجموعة بحيث اقفل معايا الشكل. وصلت هنا لنهاية الدور خلاص وقفلته معايا. بعد كده بطلع ب1 2 3 4 سلسلة، خليها 5 عشان ما تبقاش مشدودة معايا،
وابتدي اكمل الشكل بتاعي عادي خالص. بعمل هنا مجموعة واتنين سلسلة، وكنا بنروح نقفل بقى الشكل معانا، بنقفله بالمجموعة التانية. او بالشكل ده وصلت الى نهاية الدور وفي الطرف التاني، وبعمل اخر شكل معايا. وبقفل بعمود هنا في الاخر او بالشكل ده، تمام. بعد كده بجيب بقى الشكل، اشوف انا هفضل احرد لحد فين، ما انا مش هفضل احرد على طول، لا، هجيب مثلا المقاس اللي عندي اللي انا هشتغل عليه، والورو ده اهو قدامي الحرد اهو، فبجيب الحرده بتاعتي اللي انا شغال عليها وهفضل احرد لحد ما اقف مع حرده الشكل اللي عندي اصلا. يعني انا بدات الحرد اهو من هنا اهو، انا متهيألي خلاص انا هوقف حرد كده، انا بادئه من هنا من تحت الباط اهو. هبتدي بقى مش هعمل تناقص هنا بقى خلاص، هبتدي امشي عدل عادي من الطرف ده ومن الطرف ده لحد ما اوصل لمقاس الكتف. هفضل ماشيه كده، انا عندي هنا 20 سنتي من اول حرده الباط لحد الكتف. شوفي انت بقى حسب المقاس اللي عندك، ممكن يبقى 21 22 23 على حسب المقاس اللي عندك، بتوقفي قبلها بسطرين علشان لسه هعمل حرده عند الظهر منها. انا شغاله دلوقتي على الظهر، تمام. فانا هوقف كده حرده وهشتغل بقى على طول من الطرفين زي ما كنت شغاله في القطعه الاولانيه منها. هكمل وارجع لك عشان ما اطولش عليك. ودلوقتي حبايب قلبي انا خلصت هنا جنب من الحرده، هوريك الجنب التاني عملته ازاي. انا هنا حردت وانا بحرد تحت الباط، حردت معايا الصدر عشان انا دبل رو عايزه السبعه بتاعته تكون واسعه، فبدات من هنا مع الحرده بتاعت الباط بدات احرد الصدر. فهنشوف معه زي ما قلت لك، وصلت هنا الصدر طولت دورين وسبت في الظهر دورين زي ما قلت لك في اول الفيديو، سبتهم ناقصين علشان هطلع بالجزء ده على قد الكتف اللي انا عملته بس، واسيب هنا الدوران بتاع الظهر. هنشوف مع بعض هنعمل ايه ونكمل الفيديو باذن الله. انا هنا هاجي اعمل معاكي الجنب التاني ده، فبجيب الخيط وبوصله مكان ما انا عملت الحرده بتاعه الظهر، بشيل الماركر بتاعي وبنزل هنا في نفس المكان اللي انا طلعت بيه من الحرده في الجزء ده الفراغ ده. انا طلعت بدات حرده الظهر من هنا، برضو هعمل حرده الباط بس من ناحيه الصدر من الناحيه التانيه. بثبت الخيط بتاعي وبعمل غرزتين وكده عملت 3 ارتفاع. ونشوف الدور ده كنا ماشيينه ازاي. احنا كنا ماشيين المفروض الدور ده اللي بنعمل فيه عمود طويل هنا بلفتين، وبنعمل هنا برضو نفس الحكاية، بنعمل عمود بلفتين وبعدين بنعمل مجموعة وبعدين عمود طويل بلفتين ومجموعة، وبعدين بنعمل هنا برضو بنمشي نفس الشغل اللي احنا ماشيين. فانا هنا كنت بعمل 3 مسافة، يعني بعد ما عملت العمود بعمل 3 مسافة وبنزل وباخد لفتين على الإبرة وبنزل في النص وأعمل عمود طويل بلفتين. بعد كده بعمل 3 وبروح هنا وأعمل مجموعة. وأعمل 3 وهروح هنا واعمل عمود بلفتين وهمشي الدور كله لحد ما اوصل للطرف ده. وصلت هنا لنهاية الدور وبعمل اخر مجموعة وبعمل سلسلة وبنزل هنا في الاخر عمود هنا وبعمل عمود اهو بالشكل ده. برتفع 3 سلسلة وبدور الشغل. وهنا المفروض الغرزة بتاعتي ان ايه، انا اعمل هنا مجموعتين عشان اقفل الشكل، فبنزل هعمل عمود في الاول هنا وبروح على طول للمكان المفروض هعمل فيه المجموعة وبروح اعمل مجموعة. لما عملت عمود واحد ابتدت تتحرد معايا شوية، بعمل المجموعة بتاعتي عادي
واثنين سلسلة، وبعمل هنا مجموعة تانية عشان اكمل شكل الغرزة الحردة التانية. هنروح نعمل خلاص بقى في نهاية الحردة التانية، هنعمل بقية الحردة بتاعتنا. بالشكل ده هرتفع 3 سلسلة وهدور الشغل وهبتدي اكمل. بعد ما عملت 3 سلسلة بنزل هنا على طول مباشرة وبعمل المجموعة اللي كنا بنعملها في النص هنا عشان اقفل الشكل بتاعي. فبعمل من هنا عمود وفي النص عمود وهنا عمود، وبنمشي 1 2 3 4 5 سلسلة، وهاجي هنا واعمل الحشو عشان اكمل بقية الغرزة لاخر السطر. وصلت لنهاية السطر وبعمل 3 سلسلة وبنزل في العمود في طرفه هنا وبعمل عمود، برفع 3 سلسلة وبدور الشغل. وبعد كده المفروض ان احنا بنبدأ بقى هنا مجموعة جديدة، فبننزل هنا نعمل مجموعة 3 أعمدة، التالت بنعمله فوق العمود. سي ابتدت تحرد معايا اهي، بنعمل 2 3 وبننزل هنا نعمل مجموعة. بالشكل ده بنعمل 1 2 3 4 وبنخلي الخمسة دول 3، وهنكمل بقية السطر بتاعنا عادي. وصلنا هنا لنهاية الدور وبعمل في آخر مجموعة 1 سلسلة وبنزل هنا واعمل عمود، اهي شايفه. بعد كده 1 2 3 ارتفع وبدور الشغل. هنا في الموديل المفروض ان انا هعمل هنا مجموعة تانية هنا مكانها هنا عشان اقفل الشكل، فانا هعمل عمود واحد بس هنا، تمام، وبعمل 3 سلسلة المسافة اللي هي تبقى مش مشدودة معايا، يعني تبقى يدوب مظبوط، وبرجع اعمل هنا بقى المجموعة بتاعتي وبكمل الغرزة. سيب حس يجي معايا بحردة كده. بنعمل 1 2 3 وبننزل نعمل هنا العمود الطويل اللي بلفتين، ونكمل بقية الدور بالغرزة العادية بتاعتنا لحد ما نوصل للآخر. وصلنا هنا لنهاية الدور وبنعمل 3 سلسلة وبنزل فوق العمود ده اللي قبل الأخير ده هنا كده، وبنزل أعمل عمود عشان تيجي معايا بميلة. بصي التدريجة دي أنا مش عايزاها، فبعمل ايه؟ برجع اعمل فيها، بنزل من تحت كده واعمل عمود تاني بحيث يبقى معايا مستوية كده بالشكل ده. بعد كده بعمل 3 سلسلة ارتفاع وبدور الشغل بالشكل ده، وببتدي اعمل الغرزة بتاعتي اللي عليها الدور. المفروض كنا بنعمل هنا حشو وبنمشي هنا نعمل غرزتين، فبنزل ازود غرزة كمان وانزل اعمل هنا حشو وفي النص حشو، واكمل الغرزة بتاعتي عادي خالص. هنا وصلت لاخر الدور، والمفروض ان انا بقى هعمل نص
الشكل نص الوحدة معايا، مش هعملها كلها عشان ما فيش مكان خلاص اكمل فيه. انا وصلت هنا خلاص للجزء بتاع الحردة بتاعة الباب، ببتدي اطلع 3 سلسلة. وعايزة اقولك ان انا هوقف خلاص التناقص هنا، انا هبدأ اتناقص في الجزء اللي تحت الباط، انما ما ينفعش اتناقص في الجزء ده، انا هكتفي خلاص بالميل ده، لان لو فضلت اتناقص من الناحيتين هيرفع معايا قوي، مش هلاقي مكان اعمل فيه الكتف، فانا هوقف التناقص هنا، بس ما ينفعش اوقف تحت الباط، لازم اكمل لطول الحردة بتاعتي. فهوقف هنا التناقص وامشي عدل على طول، وهفضل احرد لحد ايه ما اقيس زي ما قسنا كده على الظهر الحردة بتاعتي على الشكل اللي عندي، على الموديل اللي عندي مقاسه قد ايه. فهفضل احرد بنفس الطريقة، بس هحرد من تحت الباط بس، وهوقف حرد هنا، هطلع هنا عدل على طول. بدور الشغل وبنزل اعمل هنا عمود، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبنزل بعد بمشي بقى اكمل الشكل بتاعي اللي المفروض اشتغل لحد ما نوصل للطرف بتاع الصدر، وهمشي هطلع على طول من هنا، همشي بقى عدل فوق العمود عمود، واكمل الغرزة بتاعتي عدل، مش هاخدها بميل بقى كده، لا هعملها غرزة كاملة. فانا هنا وقفت التناقص، ولو تلاحظي ابتدت تطلع عدل اهي، ما بقتش اعمل الميل، لا بقيت بعمل فوق كل غرزة غرزة، بعمل الغرزة زي ما هي، بس هبتدي بقى اتناقص لحد ما اوصل لعرض الكتف اللي انا عايزاه. يعني لو عايزة عرض الكتف كده اوكي ماشي، عايزة تقللي فانت براحتك، يعني حسب العرض اللي انت عايزاه، ممكن تعملي زي حمالات كده رفيعة، وده الموديل اللي انا هعمله. فانا هتناقص بس من عند الباط كام سطر، وهنا هفضل ماشية ثابت زي ما انا ماشية لحد ما نشوف هنوصل لفين، لحد طول الباط اللي انا عايزاه. وهنا برضو مش هفضل اتناقص على طول، لا لحد العرض اللي انا عايزاه، وهثبت وهبتدي بقى امشي على طول. فانا هكمل لحد الاخر ونرجع نشوف هنعمل ايه. انا هنا خلاص وصلت للطول اللي انا عايزاه، واشتغلت زي ما انتم شايفين الجنبين زي بعض بالظبط. ولازم وطول ما انت بتشتغلي الجنب ده مع الجنب ده بتحطي على بعض كده وتقيسي، عشان ايه لو طلع واحد اعرض من واحد، او يعني جنب اعرض من جنب، فهيبقى مش مظبوط. فلازم الصدرين يبقوا مطابقين لبعض بالظبط، يبقوا زي بعض عشان شغلك يطلع مظبوط. تمام، احنا كده احنا كنا موقفين هنا، قلنا هنوقف سطرين في الظهر علشان لما نطوله هنشتغل جزء على قد الكتف، يعني هنشتغل من هنا لهنا علشان نشبك الكتف يبقى قد بعض في الظهر، وهنا نفس الحكاية. فأنا كل اللي أنا هعمله إن أنا هطلع من هنا سطرين مقاس العرض ده، تمام، يعني هاجي هنا هشبك الخيط وهبتدي أشتغل سطرين بحيث يبقوا متساويين مع بعض. تمام، هعملهم بس عشان ما اطولش عليكي، ونرجع نشوف هنعمل ايه. بعد كده بصي انا اشتغلت الجنب ده غرز من الحشو، فهشتغل الجنب ده زيه. بصي الفرق، لما اشتغلت غرز من الحشو ادت شكل حلو شيك غير كده. بصي الشغل كده تحسي انه مش متظبط الاطراف، فاحنا بنظبطه بدور من الحشو داير داير، وتحت الباط برضو بنمشي دور من الحشو، وبعد كده هنشكل عليه دور من الفستونات، بيديله شكل حلو وظريف. تمام، فانا هنا هكمل، هبتدي اطلع سطرين من هنا زي ما قلت لك، وهنشوف هنشبك مع بعض ازاي الكتف في بعض. باجي هنا وبقيس الجزء اللي انا هبدا منه، فانا هحط الطرف على الطرف وهشوف هبدا منين. هبدا بقى من الجزء ده، من الفراغ ده، هبتدي اكمل الغرزه سطر رايح وسطر جاي، بس مقام ايه مقدار السطر ده عشان يبقى قد بعض. فبدخل الخيط بتاعي من هنا كده، وبعمل غرزة بثبتها. فهنا المفروض، بصي المفروض هي ماشية بقى كده، المفروض هعمل هنا الغرزة الأساسية بتاعتي، المجموعة اللي هي ايه 3 سلسلة هنا، اسفة 3 عمود، بعمل 3 عمود هنا في الجزء ده، وبعد كده 5 سلسلة، وبعد كده بروح هنا اعمل 5 حشو واكمل الغرزة بتاعتي، وارجع تاني لحد هنا سطرين بس كده هنا وسطرين هنا، عشان لما اشبكهم في بعض يبقوا متساويين. وزي ما انتوا شايفين انا بدأت عملت من هنا سطرين وهو قد بعض اهو بالظبط نفس العرض.
هبتدي بعد كده زي ما عملت الجنب ده حشو، همشي قصاد كل غرزة من هنا اعمل غرزة حشو، وبعدين نرجع نشوف هنشبك ازاي. فبنيجي في اول غرزة هنا بنشبك الخيط بتاعنا، بالشكل ده، وبنبتدي نمشي. بصي كل غرزة تقابلنا هي فيها نفس السلاسل اللي كنا شغالينها بالطول، كل غرزة تقابلنا هنعمل فيها حشو. هتلاقيه معاكي بقى شكله حلو، اداله كده شكل يعني جمالي حلو، عشان بعد كده احنا بنأسس عشان هنعمل عليه فستونات برضو هتديله شكل أظرف. هنفضل ماشيين كده طول الشغل، كل غرزة تقابلني هعمل عليها حشو. وهنا يا بنات بعد ما خلصت كل البوليرو غرز حشو، هبتدي بعد كده اعمل دور على الاطراف هنا من عند الصدر ومن عند الكمر كده. دور عبارة عن فستونات كده بتدي شكل بس جمالي للبوليرو، بتدي له شياكة كده، بيبقى شكله ظريف جدا. لو مش عايزة تعملي الدور ده براحتك يعني مش لازم، بس انا حابة اعمله فهوريكي انا بعملها ازاي. بدخل في اول غرزة من عند الكتف هنا، باجي من عند الكتف وبسحب الخيط بتاعي بثبت عليه، وبنزل في تاني واحدة باخد الخيط معايا برضو انضفه، بنزل في تاني غرزة هنا واعمل حشو. بروح للغرزة اللي وراها على طول واعمل فيها اعمدة، اعمل حوالي 4 أو 5 أعمدة على حسب سمكة الخيط اللي معاكي. 1 2 3 4، انا شايفة ان 4 يعني ايه مناسب. بعد كده باجي للغرزتين اللي بعدهم وانزل اعمل حشو، حشو واللي بعدها حشو واللي بعدها اعمل الفستونة. عبارة عن 4 أعمدة بس، 1 2 3 4. خلصت ال4 أعمدة بنزل اعمل حشو، واللي بعدها حشو، اللي بعدها 4 أعمدة. واللي بعدها 2 حشو. بفضل ماشية كده على دوران البوليرو. بصي ادت شكل جمالي ازاي بقى، يعني حاسة انها شكلها يعني ادتها قيمة كده، فشكلها ظريف. فانا هكمل ونرجع نشوف بقى ازاي بنشبك الكتف مع بعض، ودي بتبقى اخر حاجة في البوليرو. لو عايز تعملي بقى رباط من قدام بتعمليه عادي، سلسلة عادي بتشبكيهم في البوليرو من هنا وبيتربطوا مع بعض عادي كده. فانا هكمل وهنرجع نشوف اخر خطوة في الشغل. الخطوة اللي بعد كده حبيبي، ودي اخر خطوة في الشغل، ان انا بحط الكتفين على بعض. انا هنا لما خلصت الكتف اللي في الظهر، لما طلعت بال3 صفوف دول، سبت فتلة طويلة شوية عشان اثبت بيها. فانت اعملي كده، لو ما عملتيش كده مش مشكلة، الضمي خيط وابرة عادي، الخيط الابرة اللي هي بتاعت الكنفة العادية دي يكون بس فتحتها واسعة شوية، وابرة التنظيف البلاستيك عادي، بتحطي كده الجنبين على بعض بالشكل ده بالظبط كده، وبنيجي غرزة قصاد غرزة ونخيطها. بناخد كده حرف الفي مع حرف الفي ده ونخيطهم خياطة عادية خالص، ونعمل عليها كمان مرة عشان ايه نأكد عليها. بعد كده بصي كل غرزة قصاد التانية، باخد الغرزتين مع الغرزتين كده بالشكل ده وخيطهم كده لحد ايه اخر الكتف، وهعمل الكتف التاني زيه بالظبط، اخد كل غرزة قصاد التانية وهبتدي اخيط كده، وده هيبقى على الظهر وده هيبقى الوش بتاع الشغل. وده كان الشكل النهائي، يا رب يكون عجبكم.